بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنا نتكلم عن بني أمية، وبنو أمية في التاريخ معروفون كدولة مو كقبيلة، يعني نعرفوا بالدولة بالحكم، ما نعرفوا بالقبيلة. قبيلة هم قبيلة من قبائل قريش، مثل تميم ومثل تيم، وليس تميم، تميم في العراق، مثل تيم ومثل عدي ومثل سهم ومثل مخزوم، وهي كلها قبائل عربية، لكن أشهرها بنو أمية وبنو هاشم. بنو هاشم منهم النبي صلى الله عليه وآله، وحكم بنو العباس وهما من بني هاشم، وبنو أمية. دولة بني أمية تأسست على غير منوال سابق في تاريخ العرب، واستمرت ما يقرب من 100 سنة، وكتبوا عليها الناس، ناس دافعوا عنها وناس هاجموها وناس وصفوها. وكل دولة قبل أن تتحرك تكون عندها أسباب تمهيدية للتأسيس. أي دولة لازم شعب، ولازم إقليم، ولازم سلطة حاكمة. لما تتوفر هذه الثلاثة أمور موجودة عندك دولة. في زمن الأمويين ما كانوا يقولوا الدولة الأموية، يقولوا الخلافة الأموية، وهي لم تكن خلافة، لأن نظام الحكم فيها تبدل على الشيء اللي كان فيه في وقت ما يسمى بالخلافة الراشدة. لما جاءوا بنو أمية غيروا نظام الحكم. فإحنا راح نتكلم كيف تأسست دولة بني أمية. بنو أمية كانوا قبل يعني الفتح كانوا يحاربوا النبي صلى الله عليه وآله، حاربوه في بدر، حاربوه في أحد، حاربوه في حنين، وحاربوه وين؟ لا في حنين كانوا معاه، ولكن تسببوا في الهزيمة، لأن حنين كانت ضد هوازن قبلها. حاربوه في بدر، وحاربوه في أحد، وحاربوه في الأحزاب، وما قدروا يحاربوه يوم فتح مكة، ما قدروا. هذو بنو أمية بعد ما كانوا في القيادة ضد النبي صلى الله عليه وآله، صاروا في القيادة في دولة الإسلام. وهذا من أعجب ما يحدث في التاريخ، أن يتحول العدو إلى حاكم. هذا من أعجب ما يحدث في التاريخ، شيء عجيب جدا. والنبي أخبر به، قال رأيت بني أمية
ينزون على منبري نزو القردة. فيش كلام. هو في الحقيقة التأسيس والتمهيد لدولة بني أمية كان يخطط وينظر له في حياة النبي صلى الله عليه وآله، ثم بدأ التنفيذ بعد وفاته. كيف؟ لما توفى النبي صلى الله عليه وآله، أبو بكر عين يزيد بن أبي سفيان على قيادة الجيش اللي رايح للشام. من هو يزيد؟ نكرة. له معروف بالشجاعة والبطولة، له معروف بالعلم والحكمة، له معروف بالشعر، له معروف بالسخاء والجود والكرم، ما هو معروف بأي شيء. كيف شخص كما هذا يكون على رأس البدريين والأحوديين السابقين إلى الإسلام؟ كيف؟ أيام بين أنه دولة السقيفة تحتاج إلى بني أمية، لأن بني أمية استطاعوا في معركة أو في غزوة الأحزاب أن يجمعوا 12,000 جندي. هذول اللي يقدروا يجمعوا 12,000 يقدروا يجمعوا 12,000 ضد أبي بكر، يقدروا. ولهذا كانت السقيفة خايفة من بني أمية، فعينوا منهم أمير جيش، يعني بمنزلة وزير دفاع أو أحد أركان الجيش. بعدين هو لما يعني أدركته الوفاة استخلف أخاه معاوية، وبعث معاوية لعمر، أبو بكر كان مات، بعث له قال له راهو مات يزيد وراه خلاني على الجيش، قال له ابقى على الجيش. فمن يومها استقل معاوية بهذاك الجيش وهذيك المنطقة من يومها. لما تمكن زيد عزل أهل الشام عن بقية المسلمين. أراك ما تقدر تفهم تاريخ الإسلام إذا ما فهمت كيف يفكروا الناس الكبار اللي تركوا بصماتهم في تاريخ الإسلام. فهم التاريخ مو مجرد أوراق تقرأها وخلاص وتحفظ كثير وتعرف العناوين وتعرف الشخصيات وتعرف أسماء المعارك وتعرف أماكن المعارك وتعرف المؤامرات. معرفة الشيء ومعرفة تحليل الشيء أمران مختلفان. واحد يعرف معركة لكن ما يعرف أسبابها وما يعرف مجرياتها وما يعرف نتائجها، يعرف تاريخها بس، ويعرف المكان اللي صارت فيه، ويعرف الشخصيات اللي شاركوا. هذا ما يقدر يفهمك، هذا يقدر يخبرك، يقدر يقول لك هذا المعركة صارت في النهار الفلاني في المكان الفلاني بين الأشخاص الفلانيين. لكن المحلل يجيب لك الأسباب، يقول لك ها هو السبب اللي أدى إلى النتيجة الفلانية. شوف، لما وصل عثمان إلى الحكم، أولا من ناحية المعايير والمواصفات للتريد كاركتر، عثمان ما عنده شيء يؤهله للحكم، ما عنده شيء.
لا عنده علم، لا عنده شجاعة، لا عنده أي شيء، عنده شوية فلوس. معقولة واحد عنده شوية فلوس يتقدم الناس؟ لا. لكن عثمان هو أقدم أموي في الإسلام، فلو يجيبوا أبا سفيان يحطوه في الحكم ما تقبل الناس، هذا رأس النفاق، كان يحارب النبي في معارك عديدة. لكن لما يجيبوا عثمان ويقولوا كان مصاهرا للنبي، كان ماخذ 2 ابنات النبي وكان كذا، فمن هذا الباب يقبل مع كل نقائصه، وتحولت الخلافة إلى قضية قرشية محضة، ما عندهم الأنصار فيها أي كلام. فاختاروا عثمان وقتلوه فيما بعد، لأن الاختيار لم يكن إلهيا. هاي النتيجة، راهو الأمور مع الله تمشي بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. راهو يخليك رب العالمين تقوم بالعمل الفلاني بالنية الفلانية، إذا صححت نيتك يصحح لك النتيجة، إذا ما صححت النية ما تصح النتيجة. هاي سنن ماشية لا تجد لسنة الله تبديلا. من هم الناس اللي عينهم عثمان ولاة على الأمصار؟ شوف، على مكة علي بن ربيعة بن عبد العزة، وبعدين بعده عبد الله بن عمرو الحضرمي حليف بني أمية. هو حضرمي من حضرموت من اليمن، ولكن حليف لبني أمية، آليي. زين، البحرين عثمان بن أبي العاص، وذكر أن مروان أيضا عين على البحرين، هل راح ولا ما راح الأمر مو واضح. وعبد الله بن سوار العبدي أيضا على البحرين بعد عثمان بن أبي العاص، وبقى هذا على البحرين حتى مات عثمان. اليمن يعلى بن أمية اللي سموه يعلى بن منيا، اللي فيما بعد شارك بأموال كبيرة في حرب الجمل ضد الإمام علي، وبقى حتى الوفاة عثمان. وعلى الجند في اليمن، يعني على بيت المال والقضاء وكذا يعلى، وعلى الجند عبد الله بن ربيعة المخزومي من بني مخزوم، ولكن ولاؤه أموي. زين، الشام، الشام معاوية بن أبي سفيان زاد له فلسطين والأردن، وخلاه يعني إمبراطورية قائمة في وجود الدولة الإسلامية. واحد ما حركه معاوية، واحد ما حركه من يوم استولى، واحد ما حركه حتى مات. الشام قعدت بيد معاوية، وكان عمر يسميه كسرى العرب. زين، مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهذا يبدو أنه كان أخا لعثمان، فيه قول باللي أخوه لأمه، فيه قول باللي أخوه من الرضاعة، هو أخوه على كل حال. وأمر النبي بقتله ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة، ومع ذلك اشفع فيه عثمان ومشت الأمور. كان على مصر، مع أنه قبل ذلك كان عليها عمرو بن العاص في زمن عمر. زين، البصرة، البصرة عبد الله بن عامر بن كوريس. الكوفة كان فيها سعد بن أبي وقاص في وقت عمر، ثم وخر عثمان وحط، منو اللي حط؟ حط هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط اللي صلى في المحراب سكران. زين، ولما شكاوا به وكذا بدلوا، جاب سعيد بن العاص وهو من صغار
الصحابة، وهو أيضا طردوه أهل الكوفة. زين، من اللي كان على الموصل؟ كان عرفجة بن هرثم البارقي، هو ما هو أموي لكن ولاؤه أموي. أرمينيا كان حبيب بن مسلمة، وبعده لأنه هو على كل حال إجا سلمان بن ربيعة الباهلي. زين، وحتى حذيفة وظفوه شوية، وظفوه على المدائن. زين، المغيرة بن شعبة أيضا يعني أخذ الولايات في وقت عمر وفي وقت عثمان، وتقلب في المناصب كما يشاء، وراح لولاية أرمينيا بعد ما عزلوا منها حذيفة بن اليمان، وظل واليا عليها حتى توفي عثمان. وأصفهان اللي يقولوا أصفهان كان عليها خالد بن غلاب، هذا صحابي كان على بيت المال في زمن عمر. زين، وقتل عثمان وهو على أصفهان، فانصرف. وين انصرف؟ انصرف إلى منزله بالطائف، لأنه هو من أهل الطائف. زين، إحنا لما نشوف الولاة اللي عينهم عثمان على الأمصار ماذا نرى؟ نرى إمبراطورية عائلية مثل ما هم آل سعود الآن، والمنطقة الشرقية عليها الأمير فلان، وجدة عليها الأمير فلان، والرياض عليها الأمير فلان، وكين ملك يترف الجميع، لكن كل منطقة عليها أمير من العائلة الحاكمة من آل سعود، ما فيهم واحد براني. فكذلك عثمان اللي عينهم كلهم إما أموي إما مصاهر لبني أمية وإما أموي الهوى، قلبه أموي، يعني إمبراطورية عائلية موجودة. فالتأسيس الفعلي لدولة بني أمية اللي يستلمها فيما بعد معاوية بالقوة وينقل العاصمة من المدينة إلى الشام، ويأسس مملكة بنظام حكم ملكي فيه ولي العهد ووراثة الحكم، مرت بهالمراحل. أول شيء السقيفة مهدت بيزيد ومعاوية، ثم إجا عثمان في وقته فوسع نفوذ معاوية في الشام، زاد لحق له فلسطين ولحق له الأردن، فقط مصر ما لحقها له لأنه عارف باللي يوسع أكثر من اللازم يصعب عليه السيطرة. هذا هو التأسيس لدولة بني أمية. وبعدين استلمها معاوية بعد الحرب مع الإمام علي عليه السلام، استلمها، مو استلمها وبدأ يبني، استلمها مبنية. أهل الشام ما يعرفوا أي شيء عن الإسلام، عزلهم معاوية عزلة ما يعرفوا شيء عن الإسلام. ولهذا مرة من المرات هشام ابن عبد الملك راح في حياة والده وراح للحج، فأراد يطوف، أثناء الطواف يحب يمد يده للحجر الأسود يستلمه، ما يخلوه الناس، ما يخلوه. بعدين جابوا له كرسي وخلوه يتفرج، فيشوف إنه إجا شخص يطوف، لما وصل يستلم الحجر الناس انقسموا قسمين صفين، وخلاوه يلمس الحجر وواصل المشوار يعني الطواف، وقاموا هما يلمسوا الحجر. أهل الشام
اللي موجودين مع هشام قالوا له من هذا؟ أنت الأمير ابن الخليفة ما خلوك تمس الحجر، وهو واستعولوا وخلوه يمس الحجر. قال لا أعرفه. شوف شعر فرزدق كان موجود، قال له أنا أعرفه، وجاب قصيدة وبسببها راح للسجن، وبعدين خرج من السجن وبقات القصة ثابتة في التاريخ. لم تؤسس دولة بني أمية على تقوى من الله، أسست بمكر ودهاء، وهذا المكر شاركت فيه السقيفة، وشارك فيه عثمان، وشارك فيه معاوية ومن جاء بعده. فليس من الحكمة أن نقول عن دولة بني أمية أنها دولة إسلامية وأنها خدمة الإسلام وأنها دولة الفتوحات وسعت الرقعة الإسلامية. هذا اللي يقولوا لكم دولة الفتوحات مو مشكل سلمين، لكن أعطونا تفاصيل الفتوحات. كيف قتل موسى بن نصير؟ كيف مات موسى بن نصير اللي جرت على يده وعلى أولاده الفتوحات؟ كيف مات طارق بن زياد الذي جرت على يده الفتوحات؟ كيف قتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة؟ كيف قتل قتيبة بن مسلم اللي هو القائد اللي افتح السند كيف كانت نهاية القاسم بن محمد الثقفي اللي خدم بني أمية ولم يعني يعرف له في تلك المنطقة نظير؟ كيف كل القادة اللي خدموا بني أمية انتقم منهم بني أمية مع أنهم داروا معهم الخير، ولكن الخير في غير محله أشد من الشر في محله، ينقلب الخير في محل في غير محله على صاحبه، ينقلب. تأسيس الدولة الأموية هو تأسيس دولة قبلية حكمت باسم الدين، ولهذا الناس اللي راهم يعتبروا دولة بني أمية دولة دينية إسلامية راهم عارفين باللي يكذبوا على أنفسهم ما يكذبوا على الناس. الناس فقط السذج يصدقوهم، أما أهل العقول لما يقرأوا ويبحثوا يعرفوا بالله هذه دولة كانت تشتغل ليل ونهار ضد الدين. كيف دولة ضد الدين تسميها دولة دينية؟ شنو هالهبال هذا؟ نعم كانت دولة ضد الدين، وبقيت ضد الدين إلى أن قضى عليها العباسيون. دولة بني أمية ليست دولة دينية، هي مملكة تحكمها أسرة جدهم أمية، فيها فرعين اثنين، فيها السفيانيون والمروانيون. السفيانيون أولاد أبي سفيان، حكموا ثلاثة، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن يزيد بن أبي سفيان قعد 40 يوم فقط ما حكم، ثلاثة من الحكام حكموا الدولة السفيانية. زين، وأما الفرع المرواني أحكم مروان، ثم عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم جاء شو يسموه هذا إبراهيم يعني أخو يزيد بن الوليد، ثم جاء مروان اللي يقولوا له مروان الحمار، هذو هم اللي حكموا من المروانيين. بدأت بمروان انتهت بمروان،
وكذلك الفرع السفياني بدأ بمعاوية انتهى بمعاوية. في الكتاب والمدونين والمؤرخين العفو دائما عندك قسمين، عندك قسم يمدح وعندك قسم يجرح، وقلما تجد المنصف، لأن المنصف لازم ما يكون ينتمي إلى أحد المعسكرين، طالما هو ينتمي إلى أحد المعسكرين فصعب عليه يكون موضوعي ومنصف. الناس اللي ادعوا أن دولة بني أمية دولة دينية خدمة الإسلام قدموا واحد الأدلة لا تصلح أن تكون أدلة، يعني بالنسبة لمقاصد الشريعة الإسلامية دولة بني أمية كانت ضد كل هذه المقاصد نتاع الشريعة الإسلامية كلها، وحتى الفتوحات تبين أنها مسألة فلوس ونسوان ونفوذ بس. الناس اللي كتبوا على نقائص بني أمية أكثر موضوعية من الناس اللي دافعوا عنها، لأن الناس اللي كتبوا في الحكم على دولة بني أمية كل الوقائع التاريخية والقرآن والحديث وسيرة العقلاء كلها تدعمهم، كلها تدعمهم العفو. لكن الناس اللي كتبوا في الدفاع عن دولة بني أمية لما تبحث عنهم تلقاهم يعيشوا في دول هي امتداد لدولة بني أمية، تلقاهم يعيشوا في السعودية، السعودية هي دولة بني أمية المعاصرة، عائلة تحكم مثل ما بنو أمية كانوا يحكموا، عائلة مستبدة مثل ما بني أمية كانوا مستبدين، عائلة تقتل مثل ما كان بنو أمية يقتلون. هذا لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الشخص اللي يحترم الموضوعية. القرآن يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى، لازم تعدل ولو قضية تتعلق بأخيك بأبيك، الحق أقرب ليك من أخيك وأبيك. لكن اللي يعيش في دولة هي امتداد لدولة بني أمية وأساتذته مشبعون بالنفس الأموي، نتيجة طبيعية أن يدافع عن بني أمية، نتيجة طبيعية جدا أن يدافع عن بني أمية، ما فيها حتى عجب، طبيعي جدا أن يدافع عنهم. أما الإنسان اللي يعرف ما معنى دولة، يعرف ما معنى شعب، يعرف ما معنى نظام سياسي، يعرف ما معنى حقوق، يعني هاي مو مجرد مصطلحات هكذا يتكلم بها الإنسان، هاي مصطلحات عندها حقائق في الواقع تجسدها، فيعرف من هي الدولة العادلة ولو نسبيا ومن هي الدولة الظالمة. فاصل ونواصل إن شاء الله.
مرحبا مشاهدينا الكرام، معنا فضيلة الشيخ الزعبي من لبنان. فضيلة الشيخ مرحبا بكم. حياكم الله، مرحبا بكم، السلام عليكم. نعم، في ظل ما سمعتم فضيلة الشيخ، هناك كثير من الناس يعني يمجدون دولة بني أمية، برأيكم هذا التمجيد في محله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى أصحابهم الذين اتبعوهم بإحسان وعلى سائر من سار على صراط الله إلى يوم الدين. يعني هذا التمجيد هو في الحقيقة أورثه بنو أمية أنفسهم لكثير من المسلمين بما فيهم علماء لا يدركون ولم يدركوا في السابق بأنهم قد ورثوا ذلك من بني أمية. ورغم ذلك، يعني رغم أنه كانت تردهم السنة النبوية وكانت تردهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بني أمية أبغض الأحياء وما ورد في حق معاوية، كل ذلك كانوا يبحثون له عن أي تأويل قد يضعفونه، وهو قد ورد بإسناد يعتبرونه في أحاديث أخرى من أقوى الأسانيد. يعني مثلا عبد الرزاق الصنعان، رغم أنه يملأ صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي، يملأ كل كتب الحديث ومسند أحمد بن حنبل ومستدرك الحاكم النقل عنه، ومع ذلك حين روى إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، قالوا بأنه اختلط في آخر عمره وراحوا يتأولون التأويلات، مع أنهم قد أوردوا بأنهم عندما جاءوا إلى يحيى بن معين وهو من كبار علماء الجرح والتعديل وسألوه عن عبد الرزاق الصنعاني وقالوا هو متشيع، علما أنه كما ذكرنا دائما عبد الرزاق الصنعاني لم يكن شيعي المذهب، كان يفضل أبا بكر وعمر حتى على علي إلى هذه الدرجة، ولكنه كان يقول لا تقذروا مجالسنا بذكر ابن أبي سفيان. وذكرنا بأنه علماء السنة قبل عهد المتوكل كان يعني الطعن في معاوية أمر عادي عندهم جدا، وشيوخ البخاري وشيوخ مسلم والشيخ أحمد بن حنبل وغيره. لكن بعد ذلك صاروا يظنون بأنه وكأنه إن سقط معاوية سقط المذهب بكامله. يعني من أين أتوا بهذه الفكرة؟ يعني لسنا في إطار صراع مذهب، لسنا في إطار أن ينتصر هذا المذهب على هذا المذهب. الخلافات المذهبية خلافات تغني، المسلم يتبع الدليل، أينما وجد الدليل اتبعه. الخلافات المذهبية ليست قضية مش إشكالية، لكن قراءة التاريخ بطريقة مقلوبة هذه تجعل حتى العقل بعد ذلك يصبح يعني يقبل هذا التناقض. ولذلك يعني كان لابد من تصحيح قراءة التاريخ، لأنه في قراءة التاريخ تصحيح للعقل وتصحيح للعقيدة وتصحيح للدين وتصحيح لمفهوم الإسلام الذي أصبح بعد ذلك العدل عندهم يعني شيء ذنب، يشبه مثلا يعني كأن يقصر في واجبات معينة كأي ذنب. العدل ليس ذنبا، ترك العدل ليس ذنبا كأي ذنب، العدل أساس من أسس الدين، إن الله يأمر بالعدل. لذلك يعني حين نراجع تاريخ بني أمية إنما نريد أن نعيد قيمة العدل إلى مكانه، وأن نعيد الموقف من الظلم الذي يعني أكثر ما شدد عليه القرآن الكريم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وكم جودل عمن اختانوا أنفسهم من بني أمية وغيرهم. ولذلك القضية ليست قضية فقط تاريخ بني أمية، إنما القضية قضية قراءة الإسلام، تأثير بني أمية في تحريف هذا الدين وفي حرف مسار التاريخ الإسلامي
الذي كان يرى أن قيمة الإنسان لا يوجد أغلى منها، ومع ذلك يحرق محمد بن أبي بكر في جثة حمار، ويعتبر هذا يعني ما من الأفعال التي ربما أخطأ، يعني يحتار بأي لغة كيف يعبر، ربما أخطأ، يعني هذا إذا تجرأ، وقد يقول اجتهد فأخطأ. يقتل عدي، يقتل حجر رضي الله عنه مع ابنه فقط لأنه لم يبرأ من علي عليه السلام، يعني أيا يكن، حتى لو قتل مش من أجل علي، من واحد، هل يجوز قتل مسلم لأنه لم يبرأ من شخص؟ يعني هذا قتل، يصبح القتل شربة ماء. لذلك القضية قضية خطيرة جدا، أن يصبح القتل مأجور والإجرام مأجور وغير ذلك. لذلك يعني لا مسوغ للتبرير لبني أمية وإسقاط بني أمية الذين أجمع كل المسلمون وكل الفرق وكل الملل وكل المذاهب أجمعوا على أن عهد بني أمية أنهى عهد الخلافة الراشدة، ما عاد هناك خلافة راشدة، إذن هم غير راشدين. والإسلام يأمر بالغي، لأنه قد تبين الرشد من الغي، إذن عكس الرشد الغي، إذن هم من الغاوين، هم البغاة بنص الحديث. كل هذه الأحاديث صاروا يعملون لاكتشاف مخرج لها. الحقيقة يجب أن يعلم بأن إسقاط بني أمية لا يؤثر على فقه أحد ولا على مذهب أحد، قد يؤثر على عقل، قد يجعل العقل ينفتح على الحقائق، قد يعطي هذا العقل الموضوعية، قد يغير النظرة إلى الدين لتستقيم مع العدل الذي جعله الله أساسا. لقد أرسلنا رسولنا، الآية التي نكررها دائما، لأن كل ما تحدثنا عن بني أمية يجب أن نذكرها، لأن هذه قضية بني أمية، قضية بني أمية قضية العدل. إن لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هدف الرسل، هدف القرآن القسط، فمن فرط بالقسط فرط بالقرآن وبكل رسالات الرسل. لذلك لا ينبغي أن يعني أن يتعاطى مع هذا الموضوع بطريقة يعني وكأنه يعني جرائم وانحرافات بني أمية قد تصل إلى حد الأخطاء. هذا عند البعض يقول لك نحن يعني هذا إن تجرأ، لكن نجد عند البعض إصرار على أنه كل الصحابة يخطئون وكل أهل البيت يخطئون والنبي يخطئ، أما معاوية فما أخطأ، إنما اجتهد، أخطأ اجتهادا، يعني ما عصى، يرفض نهائيا أن معاوية يعصي النبي. وكل الأحاديث إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، يعني هذا الحديث يبين في الحقيقة أن يعني الخطأ خطأ عمر بن الخطاب يوم أن ولى معاوية. وبعض كتب التاريخ ذكرت أن عمر كان عمر رضي الله عنه كان يريد أن يصحح هذا الخطأ، لكنه قتل قبل ذلك. يعني مثلا إذا قرأنا حديث إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه أو فرجموه، طبعا بروايات مختلفة، هذا الحديث أورده ابن عدي في الكامل، عن يقول حدثنا محمد بن عبد الله، طبعا هذا أبو عبيد الله الخزاعي، وثقه حتى البخاري وكذلك وثقه ابن حبان، حدثنا حماد ابن سلمة من الكتب الستة عن علي ابن زيد، علي ابن زيد أيضا ثقة وثقه علماء الحديث، ذكره العجلي في الثقات، الذهبي قال في تلخيص المستدرك، ابن جدعان صالح الحديث إلى آخر، علي ابن زيد ابن جدعان. فإذا عن علي ابن زيد عن أبي نظرة، هذا اسمه منذر ابن مالك العبد، طبعا بس عشان بيّن أن الحديث رواه الثقات، هذا من رجال مسلم، أيضا وثقه أحمد بن حنبل ابن معين أبو زرعة إلى آخره، حتى الذهبي وثقه. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم معاوية على منبري أو على هذه الأعواد فاقتلوه، فقام إليه رجل من الأنصار، طبعا بعد ما بينا الإسناد بأنه رواه الثقات، فقام إليه رجل من الأنصار وهو يخطب بالسيف، فقال أبو سعيد ما تصنع؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم معاوية يخطب على الأعواد فاقتلوه. فقال له أبو سعيد إنا قد سمعنا ما سمعت،
يعني الحديث يعرفه الصحابة: إن قد سمعنا ما سمعت، ولكن نكره أن نسل السيف على عهد عمر حتى نستأمره، يعني نريد أن نأخذ رأي عمر. فكتبوا إلى عمر ذلك، فجاء موته قبل أن يجيء جوابه. طبعا هنا إشكالية، معروف بأنه موت عمر بن الخطاب كان كعب الأحبار يدخل إليه يقول له: يا أمير المؤمنين أوصف، إنك مقتول بعد ثلاث، إنك مقتول بعد اثنتين. عمر يدخل عليه جماعة من المهاجرين فيقول: أسألكم بالله، أليس أمرا دبر بليل؟ فإذا القضية مش قضية أبو لؤلؤ أو كذا، لا، قضية أكبر من ذلك. هنا إشارة أيضا، لأنه الذي زرع أبو لؤلؤ عند عمر كما تقول كل كتب التاريخ هو المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة يعني كان دائما، يعني عندنا في لبنان نعبر أنتين معاوية، يعني دائما معه. وكتبوا إلى عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، لكن قتل عمر قبل أن يستطيع أن يعزل معاوية. لذلك يعني التمهيد بدأ من عهد عمر، أراد عمر أن يصحح خطأه، لم يسعفه الوقت، قتلوه قبل أن يصحح خطأه. عثمان وسع ولاية معاوية، شكرا. وكما ذكرت يعني ولا بنو أمية، شكرا. ولا بني أمية. شكرا فضيلة الشيخ. ظاهرا معنا الشيخ، فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف من الرياض. فضيلة الشيخ مرحبا. أهلا، حياكم الله أستاذ عبد الباقي، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الصوت شوية ضعيف، صوت شوية ضعيف. صوت ضعيف من عنده ولا من الاستديو؟ زين؟ زين. فضيلة الشيخ، سمعت الأستاذ محمد، الشيخ محمد الزعبي، تكلم على مسألة التمهيد، وعلى أنه كان هناك في البداية يعني أمور حتى إذا لم تكن غامضة فهي فيها شك، مشكوك فيها. فضيلة الشيخ أبو عائشة، الحديث موجود يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أبغض قومنا إلينا بنو أمية وثقيف. سواء قلنا أبغض قومنا إلينا ولا لنا، يعني سواء هم يبغضون النبي وأهل البيت أو النبي يبغضهم، ففي الأخير البغضاء بين أهل بيت النبي والنبي وبين بني أمية والثقيف ثابتة. هل يكون مسلما من يبغض النبي صلى الله عليه وآله؟ فضيلة الشيخ فضل. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الميامين ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. في البداية أحييك أخي وحبيبي الأستاذ عبد الباقي، وأحيي ضيفك الكريم الشيخ محمد الزعبي، وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الباقي، لا شك أن الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الإيمان وليس مؤمن، لكن يعني بالعقل يا أستاذ عبد الباقي، هل إذا كان بنو أمية يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل معاوية كاتبا لوحيه صلى الله عليه وسلم؟ يا النبي يا صلى الله عليه وسلم، يا شيخ يا شيخ، اسمح لي اسمح لي، هذا القصة في برنامج سابق وبحضورك الشريف قلنا أن معاوية لم يكتب الوحي، لم ينزل بعد فتح مكة إلا أربع صور: صورة النصر، وصورة التوبة، وصورة المائدة، وصورة الفاتحة. هذه الأربع صور اللي نزلت بين فتح مكة ووفاة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كتبها كلها وحده معاوية فيكون كتب ربعة من 114، يعني كتب 0.7%
هل اللي يكون المستوى نتاعه 0.7 يوصف بذلك الشيء؟ معقولة؟ يا أستاذ حتى لو كان كتب صورة واحدة، المهم انه كاتب واحد، حتى لو كتب صورة واحدة هذا انت شيء، والقواعد والكليات العقلية شيء ثاني. يعني انا صبغت بيت مرة واحدة في حياتي فيسموني الصباغ، تعال نروحوا للصباغين ونقولوا لهم واحد اللي يصبغ بيت مرة واحدة في حياته صباغ، يقولوا لا الصباغ أقل شيء يصبغ 1000 بيت. على كل حال واصل. أقول بارك الله فيك يا عبد الباقي، والحديث هذا يا أستاذ عبد الباقي في صحيح مسلم أن معاوية كان كاتب وحده، يعود إليه في صحيح مسلم. الأمر الثاني، على فرض أن هذا الحديث الذي ذكرته أن الرسول صلى الله عليه وآله يبغض بني أمية وثقيف، نحن بيننا وبينكم الإسناد، فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا وتلفظ به؟ لا، غير صحيح، بل إن الترمذي أورده عن عمران ابن الحصين، وهذا من كلام عمران ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الإمام الترمذي يقول حديث غريب، إذا قال الترمذي حديث غريب فهو يعني أنه ضعيف، فالحديث سندا لم يثبت ومتنا لم يثبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من قول عمران ابن الحصين. الأمر الثاني يا أستاذ عبد الباقي بارك الله فيه، هذه دولة بني أمية التي تنبأ لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن بعد الخلافة سيكون ملكا، فهل يأتي ويتنقص من هذه الدولة ويتنقص من خلفائها وأمرائها ومن قاموا عليها؟ محال أن النبي صلى الله عليه وآله يتناقض في أقواله ويتناقض في كلامه ويتناقض في حديثه، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم على وتيرة واحدة. هذه الدولة الإسلامية لم تقم على أساس قبلي أو على أساس عنصري أو على أساس تمييز، لا والله، إنما قامت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذه الدولة قررت العلماء وقربت المصلحين وقربت أهل الخير وفتحت الفتوحات ومصرت الأمصار. وإذا أتينا بهذه الأحاديث التي تردد بين الفينة والأخرى ونظرنا في أسانيدها ونظرنا في متونها، لا وجدناها يعني حتى العقل يرفضها والقلب يموتها. لماذا؟ لأنها رفيكة في الأسلوب ورفيكة في الأقوال ورفيكة حتى في السند. فحديث أخبر معاوية هذا حديث ضعيف، حكم عليه الألباني بأنه موضوع وبأنه مكذوب، لأن فيه علي بن جد بن جدعان، وقد قال أحد العلماء أنه سيء الحفظ يأتي بالأحاديث المناكير. فكل ما ثبت أو كل ما ورد من أحاديث في ذم بني أمية أو في ذم هذه الدولة فإنها حكم عليها بالوضع وبالكذب، وأنها من وضع المغرضين والمعادين لهذه الدولة، دولة بني أمية. الأمر الثاني يا أستاذ عبد الباقي، هذه الحقبة الزمنية من التاريخ التي من سنة 41 إلى سنة 132، هل يعقل أن العالم الإسلامي وأن هؤلاء الناس الذين كانوا في عهد بني أمية يسكتون على هذه الدولة أكثر من 91 سنة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانت هناك فئة من الصحابة موجودون يأمرون وينهون، فهل إذا رأوا أن هذه الدولة بني أمية يعني فضيلة شيخ يعني أثناء هذه المدة لم تحدث أي ثورة ضد بني أمية؟ أي ثورة؟ أستاذ عبد الباقي، من الذي قام بالثورات؟ ومن الذي أجد هذه الثورات؟ من هم؟ إنهم الخوارج، إنهم أعداء الدين، أعداء المسلمين الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام علي عليه السلام لم يسلم من أذاهم ولم يسلم من شرعهم وقاتلهم. فكل هذا الذي يروج الآن ويتكلم به الآن أن هناك ثورات وثورات وثورات، نعم حصلت ثورات وحصل خروج وحصلت حروب وحصل قتال، لكن من المتسبب فيها؟ لو نظرت إلى المتسبب فيها إنهم فئة يعني ضعف إيمانهم وضعف
تمسكهم بالكتاب يا شيخ يا شيخ يا يا شيخ يا شيخ، أنت تتكلم عن ثورة قادها الحسين بن علي عليهم السلام، لا تقول هذا إيمانه ضعيف، عيب. وثورة قام بها ايش يسموه ابن الزبير، وثورة قام بها عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، خرجوا معاه كل القراء بلا استثناء حتى الشعبي وبن أبي ليلى وسعيد بن جبير، هذو كلهم ضعاف الإيمان يا فضيلة الشيخ. أيوة أستاذ عبد الباقر، أستاذ عبد الباقر، إذا كان ثورة الحسين بن علي عليهم السلام وثورة عبد الله بن الزبير وثورة ابن الأشعث، هل هذه الثورات قوبلت بالرضا المسلمين؟ هل هذه الثورات يعني خرج معها من خرج من الصالحين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم أنكروها وجابهوها وعرضوا على الحسين عليه السلام ألا يخطر ألا يكون يا اسمح لي اسمح شوف يا شيخ أبو عائشة، أنا أعترض عليك حينما تأخذ الطريق الخطأ. أهل المدينة الصحابة وحفظة القرآن، أيضا خوارج؟ يا سماحة الدكتور عبد الباقي، نحن عندنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفصل بيننا وبينكم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الرسول على منبره في المدينة وهو يخطب للأمة: من أتاكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا كائنا منكم؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولماذا يا شيخ لماذا تغطي الحديث اللي قال من رأى حاكما يحكم في عباد الله بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله ولم يغير عليه بيد ولا لسان كان حقا على الله أن يدخله مدخله؟ ليش ما تجيب هذا الحديث؟ ليش تجيب الأحاديث اللي تدعم الطغاة وتخبي الأحاديث اللي تدعم الثوار؟ لماذا يا فضيلة الشيخ؟ أستاذ عبد الباب، أستاذ عبد الباب، نعم، هذا الحديث الذي أنت ذكرته، هل أنا آتي إلى ولي الأمر أو إلى الحاكم الشرعي وأنكر عليه أمام الملأ جهارا نهارا؟ هذا لم يحصل، وليس في دين الله ولا من شرع الله، ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم أتوا إليه وأنكروا عليه على المنابر أو أنكروا عليه في أمام الناس أو في ملأ. لا يا دكتور عبد الباقي، إنما الإنكار يكون بينك وبين هذا ولي الأمر، إذا لم يأتي هذا ولي الأمر بما يخل في ولايته، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. برهان يا عبد الباقي، هل صدر من علي بن أبي طالب كفر بواح لما خرجوا عليه أصحاب الجمل وأصحاب صفين اللي هم صحابة، صدر منه كفر بواح؟ شوف يا عبد الباقي بارك الله فيك، لما الإمام عليه السلام قال له معاوية بن أبي سفيان: يا أبا الحسن سلم لنا قتلة عثمان ونحن نبايعه. ما عنده يا شيخ، يا شيخ أنت مسلم، ولي الدم هو اللي طالب بالدم. عثمان ليس من أولاد معاوية ليس من أولاد عثمان حتى يطالب بالدم، أجنبي. ولي الدم يسموه ولي الدم، هو الوارث، الوارث هو أولاد عثمان. خلي أولاد عثمان يجيوا عند الإمام علي ويقولوا له سلمنا قتلة كذا، إيش دخل معاوية اللي ليس من أولياء الدم؟ أحسنت يا سعد بك، أحسنت، هذا استدراك جميل جدا وأنا سأرد عليه. أليس عثمان بن عفان أموي من بني أمية؟ أليس زوجة عثمان بن عفان وأحفاده وأبنائه أتوا إلى معاوية وطلبوا منه أن يطالب بالدم؟ فهذا توكيل شرعي، معاوية له حق في أن يطالب بدم عثمان لأنه من بني أمية، وأيضا هو مفوض من قبل أولياء عثمان المطالب بالدم. فلما نقول أن معاوية خرج، معاوية لم يخرج بداية،
ولم يتنقل على الإمام علي عليه السلام، ولم يرد بالإمام علي عليه السلام أي ضرر، بل إنه قال إنه أفضل مني، يقول معاوية هكذا يقول إن الإمام علي عليه السلام جيد. أفضل مني. كلامك جيد، كلامك جيد، ولكنك لا تستطيع أن تكون سفيانيا أكثر من معاوية. معاوية لما وصل للحكم قال أنا ما أعترف بدم عثمان، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون. ما جاب دم عثمان أصلا، ما قال إنما قاتلتكم مطالبا بدم عثمان. على كل حال واصل حتى نرجع لفضيلة الشيخ الزعبي لأنه ينتظر الرد إن شاء الله. واصل فاضل، واصل فضيلة الشيخ. مذكورة في الكتب وقد تكلم عنها العلماء في الجمل وفي صفين وفي هذه المعارك، ما هو سببها يا دكتور عبد الباقي؟ السبب هي الفتنة التي حصلت في المدينة بمقتل عثمان، وعندما أخذ الإمام علي عليه السلام الخلافة أتاه معاوية وقال نريد القتلة الذين قتلوا عثمان نبايعك ونسلم لك الأمر، فالإمام علي عليه السلام لم يسلمهم هؤلاء القتلة وهؤلاء الذين أجدوا الفتنة، فمعاوية استمد من الأمر وحصل ما حصل من القتال والفتنة والمجابهة وغير ذلك. لكن تبقى هذه الدولة بني أمية التي امتدت حقبة من الزمان هي دولة شاهدة على العصر بما قدمته من أعمال تجاه دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي خادمة لكتاب الله وخادمة لشرع الله وخادمة للحرمين الشريفين وخادمة للمسلمين، وقدمت أعمالا جليلة وتراثها إلى الآن موجود ونتفيأ ظلاله في هذه الأيام. إذا أردنا أن نصف هذه الدولة فننظر ماذا فعلت هذه الدولة كلها أستاذ عبد الباقي من الصين الشرقية حتى جنوب فرنسا غربا، وتمكنت من فتح أفريقيا والمغرب وجنوب الغال والسند وما وراء النهر، يعني أصبحت مساحتها أكثر من 6 مليون كيلو متر مربع، يعني دولة إسلامية عظيمة دافعت عن الكتاب وعن السنة. ثم نأتي يا أستاذ عبد الباقي ونأتي بأحاديث الله أعلم من الذي جمعها ومن الذي رتبها ومن الذي تكلم شكراً بها. شكراً فضيلة الشيخ، شكراً. احنا استمعنا إليك، الآن نشوف رأي الشيخ الزعبي فيما قاله الشيخ عبد العزيز الشريف. فضيلة الشيخ الزعبي. نعم تفضلوا. يعني أول شيء أنا سأبدأ من حيث انتهيتم ثم أرجع إلى ما قاله قبل ذلك. طيب أنا سأسلم معه جدلا أن معاوية ولي دم عثمان، وهو ليس كذلك، أولاد عثمان أحياء فمعاوية ليس ولي، ولكن مع ذلك سأسلم جدلا. هل إذا امتنع علي عليه السلام عن تسليم قتلة عثمان قد أتى بكفر بواح؟ إذا كان لم يأتي بكفر بواح فهل خالف معاوية وعائشة ومن معها حديث رسول الله إلا أن تروا كفرا بواحا؟ يعني علي نعم سأسلم أنه حما قتلة عثمان ودافع عنه، طيب هل هذا تعدونه كفر بواح؟ طالما لا يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا بواح. في كل حال ما فعله معاوية أسوأ من ذلك بكثير. بعدين القضية مش فقط حديث الترمذي عن عمران بن حصين في مسند أحمد عن أبي برزة رضي الله عنه اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله بنو أمية وثقيف وبنو حنيفة، هذا قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، على يعني مش إسناد ضعيف، على شرط البخاري ومسلم، على شرطهما مش على شرط أحدهما، وشرط أحدهما يكفي للصحة. ومع ذلك وافقه أيضا الذهبي الذي تتبع الحاكم لإضعاف ما فيه مثلب لبني أمية وإضعاف ما فيه منقبة، يعني يعتبرها الذهبي مبالغ فيها لبني هاشم، ومع ذلك لم يستطع أن يقول عن هذا الحديث إنه ضعيف، بل وافقه أنه على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. وأيضا الهيثمي في مجمع الزوائد صححه، وحين يقول أبو برزة كان أبغض الأحياء هذا حكمه حكم الرفع، مش قول صحابي، هكذا قال العلماء، قال هذا حكمه حكم الرفع، لأن الحديث أيضا ورد عن أنس
وقال الملا علي القاري في مشكات المصابيح هذا حكمه حكم الرفع، إن رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في مستدرك الحاكم وفي الفتن لأبي نعيم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فالقضية يعني مثلا حديث أيضا في مسند أبي يعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلى آخره، وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وبنو سقيف. قال البوصيري في الإتحاف، في إتحاف الخيرة، رواه أبو يعلى المصلي بإسناد حسن. فمش يأتي إلى حديث ضعيف ويقول هذا الحديث ضعيف. طب ماشي بلاه، انسى حديث الترمذي. ماذا نفعل بمسند أبي يعلى، بمستدرك الحاكم وقد وافقه الذهبي بأنه صحيح، كل هذه الأحاديث ماذا نفعل بها؟ ما دام يقول بيننا وبينكم السنة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضية كتابة الوحي، أنا الآن أرجع إلى الوراء. قضية كتابة الوحي، أولا يعرف سماحة الشيخ بأن هناك كتبة وحي ارتدوا، فإذا كان هناك اتهام لرسول الله فإذا أنت تتهمه مباشرة. حين يتساءل باستنكار هل يتخذ رسول الله، نعم اتخذ، هذا وارد في البخاري، هناك كتبة وحي، عفوا في صحيح مسلم، هناك كتبة وحي ارتدوا ولفظتهم الأرض، لفظته الأرض. طيب ثم من قال بأن معاوية كاتب للوحي؟ ليس هناك أي دليل بأن معاوية كاتب للوحي. أما ما ذكره سمعت الشيخ في صحيح مسلم قال يكتب بين يديك مش يكتب القرآن، ولذلك ورد عن زيد كنت أكتب لرسول الله القرآن وكان معاوية يكتب رسائل الملوك. ومعروف أنه معاوية حتى في رسائل الملوك إن سلمنا بأنه كان يكتب لكنه لم يكن يؤدي وظيفته، ما كان يفعل ذلك. بعدين حتى كتابة يكتب بين يديك وارد فيها وأم حبيبة تتخذها زوجة، وهون بعد فتح مكة والنبي متزوج أم حبيبة من قبل الهجرة. فإذا هذا الحديث حتى يكتب بين يديك فيه إشكال. أما كتابة وحي فليس هناك أي دليل يدل أن معاوية كتب وحيا، كتب قرآنا. حتى لو يعني يجب أن ننتبه إلى الأفكار حتى أرتبها، إذا كتب قرآنا لا يمنع أن يرتد، مش فقط أن ينحرف ويحرف كما فعل، لا يمنع أن يرتد، وهذا موجود في صحيح مسلم. ليس هناك دليل على كتابة الوحي. الحديث اللي بصحيح مسلم يكتب بين يديك فيه وأم حبيبة تتخذها زوجة، طب ما أم حبيبة متزوجة من قبل الهجرة، فإذا الحديث فيه إشكالات. بعدين إذا سلمنا أنه كتب، طيب ما الحديث الصحيح الذي يصححه الجميع؟ أدعو لي معاوية يكتب أي يقول له إني آكل. يعني حتى في إذا سلمنا، طبعا إذا سلمنا بأنه معاوية كان موظف كاتب لكنه كان فاسدا، موظفا فاسدا لا يؤدي وظيفته، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيقول إني آكل، إلى أن دعا عليه وقال لا أشبع الله بطنه، وقد أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما شبع بعدها قط، ومات بشحمه من كثرة ما كان يأكل. ولذلك يعني هذا الدفاع المستميت عن بني أمية. أما فتوحاتهم فتوحات أي، يعني دائما يكرر ونحن نعيد، الفتح لا يعني الخير. لقد قلت طغاة التاريخ كانوا من الفاتحين وفتحوا الشرق والغرب. اسكندر المقدوني سمي ذو القرنين لأنه فتح الشرق والغرب. هتلر كاد يجتاح العالم. فكل طغاة التاريخ كانوا فاتحين. هل يبقى شيء واحد؟ أنه والله مثلا نشروا الإسلام في هذه البلاد، ربما هناك من أسلم بس مش هم من نشروا، يعني هم يريدون الفتوحات لأجل الخراج، لأجل الثروات. ولذلك تجد أنه عمر بن عبد العزيز في اللي يشيدون به ويتفقون على أنه أعدل بني أمية في عهده توقفت الفتوحات، لأنه كان يعلم أن هذه الفتوحات تريد أن تستولي على أموال الناس وعلى أراضي الناس وعلى إلى آخره. لكن القضية هل فعلا نشر الإسلام كما أنزله رسول الله، كما أنزله الله على رسوله؟
نشر إسلام يقول أطع ولو تأمر عليك إبليس، نشر إسلام يقول العدل قضية هامشية قد يخطئ الحاكم فيها ويصيب. لم تعد قضية، لم يعد العدل أساس الملك، العدل أساس الملك وأساس الدين وأساس الكتب، هكذا قال القرآن. إذن لم يعد الإنسان قيمة، صار القتل شيء سهل، شيء مستساغ. والله يعني أكثر من القتل، فلان أكثر، شو أكثر من القتل؟ فلان مجرم يقتل واحد، هذا إجرام، إجرام أكثر وأكثر من القتل. يتحدثون عن سمرة بن جندب وكان يكثر من القتل، ويقولوا رضي الله عنه طبعا البعض. إذن هذا خطير جدا، أن يصبح انتهاك الإنسان، هذا ليس دين الله، انتهاك الإنسان شيء بسيط. لا يزال المرء في فسحة من دينه، هذا الدين، أي دين، عن أي دين يتحدث رسول الله؟ لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما، دما حراما. مش والله القرآن مخلوق، لا غير مخلوق، هذا يقول بالقدر، هذا يقول بالجبرية، هذا يقول. هناك عقائد منحرفة، وطبعا القرآن مخلوق غير مخلوق ليس لها علاقة، هذا كله كان مجرد توظيف سياسي، لكن هناك عقائد منحرفة. لكن حتى العقائد المنحرفة ليست بخطورة قتل إنسان. القتل أول جريمة ارتكبها الإنسان في تاريخ الإنسانية، القتل جريمة لا تغتفر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإنما جزاؤه جهنم خالدا فيها. فإذا هذا الدين الذي يصبح قتل الحاكم للشعب، قتل الحاكم للناس، قتل 10,000 من الصحابة والتابعين في المدينة المنورة، وعلماء السنة مجمعون أنهم خرجوا لله، كيف يقول عنهم خوارج؟ الذهبي يقول خرجوا لله أهل المدينة في وقعة الحرة، عبد الله بن الزبير، يعني أين معاوية من عبد الله بن الزبير في حتى في مقياس أهل السنة أنا أتحدث الآن؟ يعني من هذا معاوية؟ واحد من الطلقاء، كيف يصبح يعني مقدم على الكل؟ ما هكذا يؤخذ دين الله. الدفاع عن معاوية هو باب للطعن في دين الإسلام، إسقاط معاوية لا يضر الدين ولا يضر أي مذهب من المذاهب، بالعكس المذهب الذي يتبنى معاوية بجرائمه يضعف نفسه. لذلك لا يظن ظان بأنه حين يدافع عن معاوية إنما يدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة، لا أبدا. أهل السنة والجماعة قبل عهد المتوكل نجد شيخ البخاري علي بن الجعد يقول لا أكره أن يعذب الله معاوية في النار، نجد الفضل ابن دكين، نجد عبيد الله ابن موسى، نجد يعني شيوخ البخاري عبد الرزاق الصنعاني، شيخ أحمد بن حنبل، شيوخ العلماء كانوا يطعنون في معاوية وبعضهم يكفره. فإذا معاوية مجرم، معاوية أضاع قواعد العدل، لذلك لسنا في حاجة للدفاع عنه. معاوية قاتل من أجل الدنيا، ما قاتل من أجل الدين، وهذا يعني واضح حتى في أقوال العلماء، في أقوال الصحابة، في أقوال كل من قال فيه. ولذلك يعني أنا أرى أنه يعني ليفرد موضوع معاوية ولنبحث ماذا صح. أما قضية عفوا بقي أن أحدث أنه قال رواه علي بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان، وقال علي بن زيد بن جدعان هذا وثقه العلماء، لا مش صحيح انه العلماء ضعفوه، هناك خلاف حوله، يعني الحديث لا يقل عن درجة الحسن، لكن لا يطلق هكذا يعني بكل بساطة خلص ضعفه العلماء وانتهت القصة، لا، ما هكذا يؤخذ الحديث. نعم هون لأجل عيون معاوية كثيرون حاولوا أن يضعفوه، ولكن نجد العلماء الثقات لا، ما ضعفوا علي ابن زيد ابن جدعان. نجد مثلا العجلي وهو شديد ذكره في الثقات وقال عنه ثقة، الذهبي في تلخيص المستدرك قال ابن جدعان صالح الحديث، وقال أبو حاتم الرازي رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان متماسكة. وهنا يعني حتى إذا أردت أن تضعفه، يعني من ضعفه قال أما إذا روى عنه حماد بن سلمة فهنا تصبح الرواية متماسكة، وهذه الرواية رواها حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان.
فليس بهذا الامر خلاص ضعيفه ومش. طب ماشي، هناك من قال انها ضعيفه، هناك من قال انها صحيحه، فلتقل هذا الحديث فيه خلاف، مش هكذا ضعيف، علما انه لا مفهوم، يعني مفهوم الميل الاموي جعلهم يضعفون رواة يصححونه في موضع اخر. فاذا علي بن زيد بن جدعان الذهبي تلميذ ابن تيميه قال عنه صالح الحديث، العجلي قال عنه ثقه، أبو حاتم الرازي قال إذا روى عنه حماد بن سلمة فروايته متماسكة، وهنا روى عنه حماد بن سلمة. فالقضية ليست بهذه البساطة. لذلك يعني إذا جمعت هذا الحديث مع كل الأحاديث التي ذكرت معاوية، ووجدت أنه أسانيد هذا الرجل مختلف وهذا الرجل مختلف، بس ليس هناك إسناد بأنه في رجل مجمع على ضعفه. ولذلك يعني هذه الأحاديث بمجموعها تؤكد بشكل جازم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا بعد أن حذر الأمة من معاوية بن أبي سفيان. نعم، شكرا فضيلة الشيخ. وأنا أعود إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف، ولكن قبل ذلك أذكر بهذه النقطة اللي تتعلق بمغالطة كبيرة. شوفوا إخواني المشاهدين، القرآن 114 سورة، أكثر من 80، لا أدري 82 أو 84 لا أذكر بالضبط الآن، نزلت في مكة، يعني باقي في المجموع حدود يعني أقل من 30 اللي نزلت في المدينة، أقل من 30. زين، اللي نزلت في المدينة في 10 سنين، في السنة الثامنة كان فتح مكة، يعني بقاوا سنتين ويتوفى النبي صلى الله عليه وآله. في هذا السنتين نزلت 4 سور فقط، الفتح، إذا جاء نصر الله، سورة التوبة، سورة المائدة، بس. إذا قلنا معاوية اكتبهم كلهم لوحده، اكتب ربعة من 114، استعمل الآن الحاسبة، اكتب ربعة تقسيم 114، قديش تطلع لك؟ تطلع لك أقل من 4%، تطلع لك 3 فاصل كذا%. أنت شفت واحد نجح في الامتحان اخذ 3.1% من 100؟ ما ينجح. فهذه من كبريات الافتراءات اللي افتروها على الإسلام، زعموا أن رجلا شارك. إذا سلمنا، أنا ما سلم أبدا، إذا سلمنا أنه كان يكتب الوحي مع كتبة الوحي اللي فيهم زيد بن ثابت وفيهم أبي بن كعب وفيهم الإمام علي وفيهم، إذا قلنا هو النبي قال خلاص استوب، من فتح مكة واحد ما يزيد يكتب فقط معاوية، يلا فيطلع معاوية اكتب 4 سور من 114. والله عيب تقولوا على واحد اكتب 4 من 114 كاتب الوحي، واللي يكتب القرآن كله ابقى في البيت، لم يخرج من البيت بعد السقيفة إلا بعد أن كتب القرآن جميعا، ما يقولوا عليه كاتب الوحي. إنا لله وإنا إليه راجعون. فضيلة شيخ أبو عائشة، ما رأيك في الكلام اللي قاله الأستاذ فضيلة شيخ الزعبي؟ الحمد لله. أولا ما قاله الشيخ أخي وحبيبي محمد الزعبي مردود عليه. فأولا علي بن زيد بن جدعان متفق على تضعيفه لسوء حفظه، حيث قال عنه الإمام ابن حبان يهم، يقول عنه يهم ويخطئ، فكثر ذلك في حقه فاستحق الترك، يعني هو متروك الحديث ولا يؤخذ بحديثه لتضعيفه لسوء حفظه. الأمر الثاني ما ذكره سماحة الشيخ محمد في صحيح مسلم أن فيه أم حبيبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها،
نقول يا سماحة الشيخ، أليس هناك تجديد للعقد بعد إيمان أبي سفيان؟ فلماذا لا تقول أن هذا التجديد للعقد مرة أخرى؟ يا شيخ، يا شيخنا الكريم، تجديد العقد يكون إذا كان هناك طلاق، أما عقد نفس العقد يتكرر هذا له شيء يحير. تجديد العقد أي عقد جدد ساري المفعول، ماذا تجدد فيه؟ إذا طلاق موجود نعم يجدد العقد. أستاذ عبد الباقي، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة في الحبشة وأبو سفيان لا يزال عن الكفر، فلما أسلم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام بتجديد عقد زواجه على أم حبيبة بعد إسلامه، لأن الذي زوجه بها النجاشي، زوجه النجاشي، فلما أسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدد العقد وزوجه أم حبيبة ثانية. ما الذي يمنع من ذلك؟ فليس هناك تضارب، والحديث يروي ماذا حصل من أبي سفيان عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يقول معاوية يكتب بين يديه، يكتب بين يديك، ماذا يكتب بين يديه؟ وماذا كان يكتب؟ أليس يكتب الوحي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات فيكتبها الكتاب الذين عنده صلى الله عليه وسلم، منهم معاوية أبي سفيان؟ فعلى قولتك يا أستاذ عبد الباقي، حتى لو كتب سورة واحدة، حتى لو كتب آية واحدة، فإنه يعتبر من كتاب الوحي، والآية الواحدة تغني حتى لو كتبها ويكتب. لا 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 يا شيخ، يا شيخ الله يسلمك، لازمنا نحترم المشاهدين، لازمنا نحترم عقول المشاهدين. أنا لو نروح عند القاضي ويوظفني القاضي يوم واحد لأن الكاتب نتاعو مريض ونكتب في ذاك اليوم تقريرين، يسميوني كاتب القاضي؟ يعني يسألني واحد يقول لي ما هي وظيفتك، نقول له وظيفتي كاتب القاضي، هل هي فعلا وظيفتي؟ شيء عارض، هذا شيء عارض. صورة واحدة يكتب، صورة واحدة يتحول إلى كاتب الوحي، هذا هو كلام، لازم نحترم المشاهدين. تفضل يا أستاذ عبد الباقي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أنت لو تمعنت في القرآن العظيم، كم صورة؟ 114 صورة. أليست هذه الصورة تنزل منها أجزاء وأجزاء وأجزاء، ولا تنزل مرة واحدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يكتبوها في كذا واكتبوها في كذا، يأمر الكتبة. فلو فرضنا أن معاوية بن أبي سفيان لم يكتب إلا صورة واحدة أو صورتين، ليس كاتب وحي، هو كاتب صورة من القرآن وليس كاتب وحي. كاتب الوحي من يكثر منه ذلك. إذا شوف الإنسان لما يكثر، أنا لو أبيع الموز يوم واحد ما يسموني بياع الموز، لكن إذا كان جبت 9 سنين وأنا أبيع الموز يسموني بياع الموز، ما يسموني بياع الموز لأنني بعت الموز مرة واحدة. لا مو صح يا أخي، إذا صار الإنسان اللي قام بعمل شيء واحد يعني مرة واحدة يصير يوصف به أنه صنعته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا مو صحيح هذا. لا سمحت الشيخ عبد الباقي، الله يبارك فيك ويجزاك خير، القرآن يختلف عن ما ذكرت، يختلف عن بيع الموز، ويختلف عن الكتاب عند القاضي، ويختلف عن أي شيء. هذا وحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبه الكاتب، ألا يعتبر كاتب وحي؟ يا شيخ والله ما تقدر تقنع جدتي لو كانت حية، عمرها لا راحت للمدرسة وعمرها لا كتبت حرف واحد، والله ما تقدر تقنعها باللي اللي قام بشغل مرة في حياته يكون هذاك الشغل هو صنعته، والله ما تقبلها منك جدتي لو كانت حية. أنا أقولها لك، هتفضل. طيب، ما ذكره أيضا سماحة الشيخ محمد الزيب حفظه الله، قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ادعوا لمعاوية، فقال له إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطن. وما درى سماحة الشيخ محمد الزعبي حفظه الله أن هذا غير مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم. أليست العرب تقول سكرت كأمك هربت يداك؟ هم لا يقصدون الدعاء، وإنما مجرد وصف حصل. وأيضا هذا الإمام مسلم أوردها في صحيحه تحت باب من لعنه النبي صلى الله عليه وآله أو سبه أو دعا عليه
وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض حديثه قال: اللهم من ضربته أو سببته أو لعنته فاجعلها رحمة وأجرا له يا الله. فاستجاب الله دعاء النبي، فكان كلما دعا على أحد أو سب أحد أو شتم أحد أو قال لأحد، الله عز وجل استجاب هذا الدعاء، فيجعل هذا الدعاء رحمة لمن دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لا أشبع الله بطنه، معناها أو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإمارة من الحكم. فمعاوية كان خليفة وكان أميرا وكان أيضا حاكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه من الخلافة ومن الحكم ومن غير ذلك. وأيضا لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، هذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست دعاء بالمعنى الحقيقي، يعني لو تمعنت فيها هي ليست دعاء بالمعنى الحقيقي، وإنما تجري على ألسنة العرب ولا يقصدون معناها الحقيقي. فهذه الأحاديث أو هذه الأدعية أو هذا الدعاء الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم على بني أمية مثلا أو على معاوية بالذات هي ليست في الحقيقة سب أو شتم، إنما هي رفعة ومنزلة لمعاوية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم من سببته أو شتمته فاجعلها زكاة وأجرا ورحمة عليه. فأين المعيب في هذا؟ وأين السب الذي حصل على معاوية؟ فالحديث في مسلم لو تمعنه سماحة شيخنا محمد الزعبي حفظه الله لوجد أن الإمام مسلم بوب عليه بابا قال: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو دعا عليه أو دعا. هذا في صحيح مسلم، فالحديث أورده مسلم في هذا الباب ليبين لنا صراحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لا أشبع الله بطنه إنما يريد هذا الدعاء لمعاوية بأن يكون له أجرا ورحمة وتزكية عند الله سبحانه وتعالى. أيضا ما ذكره سماحة الشيخ محمد الزعبي في حديثه أن الخروج على معاوية أو أن الخروج على بني أمية من قبل عبد الله بن الزبير وابن الأشعث، أقول يا سماحة الشيخ هل أحد أقر بهذا الخروج من علماء الأمة؟ هل أحد من علماء الأمة منع الدولة الأموية من قتالهم؟ ألم يرسل الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير في مكة؟ ألم يخرج لقتال ابن الأشعث؟ فكل العلماء والمصلحين في دولة بني أمية كانوا مع الخلفاء وكانوا مع الأمراء وكانوا يقاتلون معهم هؤلاء الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وأنت تعلم يا سماحة الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وبين أن من قتلهم فله كذا وكذا من فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ الله يسلمك، فضيلة الشيخ وقت البرنامج، وقت البرنامج شارف على النهاية وتتكلمت على الشيخ الزعبي، فلابد أن نعطيه هذا الدقائق القليلة اللي قعدت أن يرد، لأنك الآن تكلمت يعني بخصوص ما قاله فضيلة الشيخ الزعبي. سمعت الشيخ عبد العزيز الشريف ماذا قال، وإن كان أنا عندي بين قوسين قال في صحيح مسلم: باب من لعنه النبي أو سبه أو شتمه وليس بأهل. يعني النبي يسب ويشتم ويلعن من ليس بأهل للسب والشتم واللعن وهو على خلق عظيم. اتفضل فضيلة الشيخ. قديش معي وقت بشكل سريع؟ اتفضل اتفضل، يعني عندك 3 دقائق. طيب، أول شيء قال ماذا كان يكتب؟ ما أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء، كان زيد بن ثابت كاتب الوحي وكان معاوية كاتبا فيما بين النبي وبين العرب. ما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة، قال المدائني كان زيد بن ثابت يكتب الوحي وكان معاوية يكتب للنبي فيما بينه وبين العرب إلى آخره. هذا أولا. ثانيا، إذا كان المسلم وضع الحديث تحت باب من لعنه النبي، فدعنا أولا نسلم أن النبي لعن معاوية،
ثم نناقش مسلم غير المعصوم في عنوانه هذا. أولا نسلم بأنه مسلم يقر بأنه معاوية ممن لعنهم النبي وشتمهم وإلى آخره وأدخله في هذا الباب. فإذا مسلم معترف، إذا حين نقول النبي شتم معاوية ما بقى تقول الحديث ضعيف. هذا أولا. ثانيا نأتي إلى مناقشة مسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص حين سأله هل أكتب، قال أكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حق، فكيف يخرج منه باطل؟ كيف يكون النبي يشتم من ليس بحق؟ أين هي عصمة النبي؟ هذا يعني شيخ عادي لا يفعله، إنسان ملتزم، إنسان ذو أخلاق، لا يشتم أحد ليس بأهل أن يشتم. عجيب هذا أن يتهم النبي كرمال عيون معاوية، هذا حرام، والله حرام. أي استماتة في الدفاع عن معاوية، يقر بأنه النبي شتمه بس النبي غلطان ومعاوية مو غلطان. يعني إلى أي حد هذا الدفاع عن معاوية؟ والنبي أصلا ما يشتم، النبي قال لا أشبع الله بطنه، وهذا ليس في لغة العرب من درج الكلام، هذا ليس كثكلتك أمك، حرام نزور اللغة العربية كمان كرمال عيون معاوية. نعم هناك لا أبا لك، هناك ثكلتك أمك، لكن لا أشبع الله بطنك، هذه مش من درج الكلام يا سماحة الشيخ، وما حدا قال من العرب إلا الذين دافعوا عن معاوية قال هذا من درج الكلام. ثم إذا كانت من درج الكلام هل يستجيب الله لدعاء من درج الكلام والكل متفق بأنه أصابته دعوة رسول الله وصار يتعب من الأكل مش صار يتمتع؟ بعدين وين راح على لا أشبع الله بطنه من الملك؟ يعني والله شيء ما أدري، يعني واحد يأكل ملك، كان عم يأكل ملك وقت اللي قال له إني أكل قال له لا أشبع الله بطنك، يعني ما أعرف، يعني هذا دفاع مستميت لا يصح ولا يستقيم أبدا. فرطوا بمعاوية حرام ولا تفرطوا برسول الله، فرطوا بمعاوية ولا تفرطوا بعلي بن أبي طالب عليه السلام، فرطوا بمعاوية ولا تفرطوا حتى بعبد الله بن الزبير، ولا تفرطوا بأهل المدينة. ثم يقول من أنكر من العلماء، العلماء كانوا ضد معاوية، كانوا ضد بني أمية حين خرجوا، أهل المدينة كانوا هم العلماء. أنس ابن مالك كان في ثورة عبد الرحمن ابن الأشعث، أنس ابن مالك. فإذا كيف تقول وين العلماء؟ جرت كل الصحابة من العلم، استشهد عشرات الصحابة في موقعة الحرة، كانوا يقاتلون ضد بني أمية، كل هؤلاء ما عندهم علم إلا هذا ابن الطلقاء، هذا الذي حارب النبي 23 سنة، هذا وحده العلامة، وكل الصحابة وكل أهل البيت والحسين ولا شيء، وكل ولا شيء إلا معاوية بن أبي سفيان الذي حارب النبي 23 سنة. يعني حرام 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 أن يصبح الإسلام يساوي معاوية بن أبي سفيان، هذا دعوة للناس للكفر بالإسلام. أي إسلام سيؤمن به الناس حين يكون هذا الصالح العبد الصالح يحرق الناس وهم أحياء، حين يكون يدفن الناس وهم أحياء، حين يكون يقاتل من أجل الملك، حين يكون يورث ابنه السكير الخمير المتفق على سكره وعربدته، أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ لا سهل سهل جدا، ماذا ينقص من صلاتك؟ تصلي هكذا، تضع يديك على صدرك وتفعل ما تشاء ويسقط معاوية، ما يتغير شيء. ماذا يسقط من صيامك؟ ليش هذا الدفاع عن الظلم وعن الطغيان فقط من أجل أن نعيب الإسلام بأنه يثني ويترضى عن الطغاة وعن الظلمة وعن الملوك؟ شكراً فضيل الشيخ. إن شاء الله إحنا نواصل حديثنا. إحنا تكلمنا عن بني أمية، يعني اللي أدرج معاوية في الكلام هو الشيخ عبد العزيز الشريف، ولكن إحنا تكلمنا على تأسيس دولة بني أمية، وراح نتكلم على معاوية، على يزيد، راح نتكلم على الرؤوس من بني أمية، راح نتكلم عليهم فردا. وعنده الوقت شيخ عبد العزيز الشريف، لكن فقط يعني أنا أترجى من الشيخ عبد العزيز الشريف أن يفكر في هذه المسألة. لم ينزل بعد فتح مكة إلا 4 سور، والقرآن 114 سورة. هل الشخص اللي أدرك 4 سور وفاته 100 سورة يعتبر كاتبا للوحي؟ هذا سؤال موجه لي ولجميع المشاهدين والمستمعين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة،
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.